يشرفنا حضوركم اليوم في هذا الحدث وهو الندوة الصحفية التي ستتحدث عن حدثين مهمين جدا في المجال الطبي، أحدهما سيعقد في طبعته الثالثة والثاني سيعقد في طبعته الأولى. طبعا معكم أنا الدكتورة حميدة مولاي، وإلى على يميني زميلي الدكتور يسار بدور، كل واحد منا مسؤول على تنظيم أحد الحدثين. أحيل الكلمة الآن لزميلي الدكتور يسار بدور ليتحدث عن الحدث الأول. السلام عليكم ومرحبا بكم. يسرنا الإعلان عن تنظيم الطبعة الثالثة للصالون الدولي للصحة والسياحة العلاجية بعد طبعتين العام اللي فات واللي قبله لأنهم في وقت. هذه الطبعة الثالثة كان لازم تكون هنا في الجزائر العاصمة لكي يستفيد الناس في عدد أكثر ويتعرفوا على هذا المجال اللي هو السياحة العلاجية. أكيد كي نتكلم على السياحة العلاجية أول حاجة تجي بالكم شنو؟ الحمامات. المرضى تاعنا يروحوا للطونجي، هذه أكيد وهذا واقع حسب جمعية حقوق الإنسان لسنة إذا أعتقد 2018 كانت في إحصائية أنه 500 ألف جزائري ذهبوا خارج الوطن للعلاج في الخارج. وعدد 500 ألف عدد هذا اللي يقدروا يحصلوا، فما أدراكم في الأعداد، أدراكم في الأعداد التي لم تحصل. إذا أؤكد على موضوع هذه النسخة والمحور الرئيسي لهذه الطبعة الذي هو تحسين الهياكل الصحية من أجل رعاية أفضل للمرضى. Améliorer nos structures de santé pour une bonne prise en charge des patients. مهمة جدا الترويج لوجهة الجزائر. احنا عندنا في الجزائر الكل يعرف اللي عندنا في الجزائر خاصة في 10 سنين الأخيرة هذه عدد العيادات الخاصة في نمو مستمر. والحقيقة يعني زرت العديد من العيادات على المستوى الوطني في كل الولايات. نقدر نقول لكم اللي عندنا عيادات بالمعايير الدولية. وبلا ما يمكن مع الأطباء ما شاء الله يعني العالم كله وين ما تروح ممكن تروحي من الهند تلقي طبيب جزائري يداوي في الهند، في فرنسا بلد 30% من الأطباء فرنسا جزائريين اكسيتيرا. دونك من ناحية الكومبيتونس والخبرات الجزائر غنية جدا جدا، عندنا من أفضل الأطباء في العالم والحمد لله. راح يشاركوا في هذا المعرض اللي مشاركين بقوة طبعا من الجزائر، من تركيا، من تونس، بعد بالترتيب يجي الدول الإفريقية، عندنا من مالي، من نيجر، من موريتانيا، من تشاد، نيجيريا، الكونغو، باش ما نكونش نسيت وحدين، وعندنا كذلك مشاركات فيما يخص الكونفرنسي خاصة من الهند، من باكستان، من إسبانيا، من تركيا طبعا أكيد اللي هنا مشاركتهم قوية جدا. هي طبعا الطبعة الأولى وفكرنا أنه نفصلوها عن السياحة العلاجية. لماذا؟ هو صحيح أنه التجميل أو الطب التجميلي عبارة عن جزء يعني داخل في السياحة العلاجية، ولكن ناقشنا أنا والزميل ورأينا أنه من الأفضل نفصله لأنه لاحظنا أنه فيه أشياء وتطورات رهيبة على المستوى العالمي، ولكن فيما يخص مجال الطب التجميلي نحن في الجزائر مازال كاين نوع من الخلط، مازال كاين ناس ما تقدرش دير لا ديفيرونس اونتر لا ميديسين استيتيك اي ليستيتيك اون استيتيسيان اي ان ميدسان استيتيك. ديجا سي تري امبورطون باسكو كاين دي زاكس، كاين امور اللي المفروض يقوم بهم الطبيب فقط ما يقدرش يقوم بهم شخص اخر، وكاين اشياء يقوم بهم شخص اخر ماشي لازم الطبيب يديرها. هذا ايضا كملاحظه مهمه، هذه الاسباب اللي خلاتنا نفصلوا هذا المجال او هذا العنوان عن الامتكس ونشتغلوا عليه هو كايفنت او كحدث مفصول تماما عليه. أبي أتمنى أن تكون على مستوى الجزائر العاصمة لأنه بعد طبعتين في وهران المنطقة الغربية استفادت خلاص، شفنا كاع الاتصالات اللي ممكنة، فلازم يكون عندنا أن نوت بيبليك سيبل. دونك جينا إلى الجزائر العاصمة والحمد لله
هناك إقبال أكثر، هناك مشاركين أكثر، وأكيد راح تكون طبعا مميزة. حتى يعني كنت تكلموا في مجال اللوجستيك، الطائرات اللي تجي للجزائر أكثر من الطائرات اللي تجي لوهران، حتى في مجال اللوجستيك لما الوفود راح تحضر راح تكون أسهل اليوم. والله الجزائر أنا أرى أنها عندها كل الإمكانيات للتقدم في مجال السياحة العلاجية. أولا عندنا مناطق سياحية شاسعة، ما عندناش برك اون في با دي ماركتينغ بوغ سا. عندنا عيادات ما شاء الله لي كومبيتونس إيمان، أطباءنا من أحسن الأطباء في العالم وموجودين على مستوى الدول كلها. تروحي لفرنسا تلقي باللي بالك ربع ولا ثلث الأطباء هناك جزائريين يستفادوا منهم هما. هادو كلها خبرات جزائرية وتكونوا في الجزائر. دونك من ناحية هذه أنا مقتنع جدا أنه عندنا برك لازم تكون هناك سياسة معينة من أجل دعم وتطوير السياحة العلاجية في الجزائر. الأهداف من الصالون الدولي لطب التجميل ومكافحة الشيخوخة هو في الحقيقة موجودة عدة أهداف، ولكن ربما أتحدث عن أهمها. أهم هدف هو تحسيس الزوار وخصوصا المهتمات من النساء بمجال الطب التجميلي، أنه نشوفه أرانا نشوفه فيها ولات لا تندانس بوكو بلوس اون مود. الناس دارت ألوغ أنا تاني ندير، فلا أبدا المفروض الأمر ما يأخذش من هذا الجانب. لازم نتحدثوا خصوصا على الجانب التغذوي لا نيتريسيون تاع لا باسيونت، لازم نشوفوا لو كوتي هرمونال اوسي كيفاش لا سيتوياسيون تاع لو كور تاعها كيفاش راهو عامل، نشوفوا اوسي لو كوتي بسيكولوجيك سي تري امبورطون. تو سلا افيكت ليطا دو لا بو او بيان دي شيفو او بيان دو لو دو كور تو كور. دونك قبل ما نتحدثوا على ميديسين استيتيك، قبل ما نديروا ان اكت اون دو بارلي سور تو سا. دونك هذا ربما من اهم الاهداف، حبينا نديروا توعيه وتوضيح للناس انه من خلال ديبا اوفير، لانه راح نضموا ان ديبا اوفير حوار مفتوح للحضور اللي من خلاله يكون نقاش حوار مفتوح مع الاطباء الحاضرين. عندنا متخصصين في الماكسيلو فاسيال، عندنا متخصصين في الديرماتولوجي طبيب امراض الجلد، عندنا متخصصين في النيورو بسيكولوجي، متخصصين في النيوتريسيون. دونك راح يكون باذن الله حوار غني والناس باذن الله راح تستفيد منه وتعرف خصوصا لمن اتوجه ومتى اتوجه لهذا الطبيب من اجل الحصول على هذه الحاجه او هذه الحاجه.